السلام عليكم. عام 2019 في منطقة ناعور في الأردن، شو اللي حصل؟ في امرأة اسمها مها، مها هذه متزوجة من شاب اسمه يزن، عمرها تقريبا 27 سنة، والله رزقها منه بولد، وكانت عايشة حياة سعيدة معاه في بيت أسرته مع والدته وخواته والأمور كانت طيبة. يوم من الأيام راحت زيارة لبيت أبوها، اسمه خالد، قال حق يزن خلمها عندنا هاليومين ونبي نشوفها، يعني صار لنا فترة ما شفناها وبعدين تعال أخذها. قال أوكي إن شاء الله. بعد يومين مر عليهم يزن ولا يطلع له عم اللي هو أبو زوجته خالد، قالها نعم إيش تبي؟ قال هلا عمي مرحبا، إيش أخبارك؟ طيب أبي بس زوجتي وولدي. قال حبيبي مالك مرة عندنا، روح ابني لها بيت خاص فيها وبعدين تعال اخذها، اما انك تاخذها عندك في بيت ابوك وتشغلون بنتي كانها خدامه عندكم لامك وخواتك، هذا حبيبي انساه ولا تحلم فيه، تفهم ولا لا؟ ويرجع يزن مكسور الخاطر ومضايق، والرجل على قده يعني حتى ما عنده إمكانية إنه يبني بيت ولا. رجع لأمه وقال لها السالفة، ليش وشلون ومن وين نجيب بيت وليش يعني يمنعها البنت؟ ما اشتكت من شيء، فعلا هي البنت اللي هي مها ما اشتكت، لكن هذه هي نظرة أبوه، وخصوصا أن واحد من عياله اللي اسمه فراس ولده الكبير قال له يبا ترى مها تشتكي من عمتها، وهذا الكلام مو صحيح، يعني هذا الموضوع يعني أثار غضب أبوه، فقال حق بنته تعالي عندنا زيارة، يوم جت قال حق زوجها ما تأخذها، تحط لها بيت بروحها. الحين يزن قال خليني أخليهم كم يوم يمكن يهدؤون شوي وأرجع أخذها مرة ثانية. فعلا جاهم بعد أسبوعين ثلاثة يحاول، قال حبيبي انت تفهم ولا لا؟ اقول لك تبني لها بيت خاص فيها. او يرجع الولد يحاول يكلم امه، يكلم احد من اقاربه، يا جماعه شوفوا لي حل، يدزون عليهم جاهيه ناس تجي تكلمهم. قال ابدا انا بنتي ما تشتغل عند الناس، لا يحط لها بيت بروحها. يا اخوي انتم لما اعطيتوا الولد كنتم تدرون بظروفه وانه ما عنده يبني بيت، شلون يبني؟ قال والله كيف عاد. يزن لما شاف الموضوع خلاص أغلق على هالموضوع أنه لازم في بيت، راح استأجر له شقة وراح أثثها وضبط الأمور ورجع مرة ثانية عند عمه. قال يا عمي ترى أنا حطيت لها شقة بروحها. قال لها شقة؟ شون شقة؟ قال إيه شقة وبروحنا ومستقل. قال لا يا حبيبي تبني لها بيت، بيت خاص فيها. قال له يا عمي أنا وضعي تعبان، شلون أبني بيت؟ من وين لي؟ من وين أجيب بيت؟ قال والله كيف كاد، ما عندك خلاص ما تقعد تستعبد بنات الناس. قال يا عمي إحنا عايشين معززين مكرمين في بيت أبوي، إن شاء الله الله يرزقنا بكرة. قال لا لا يا حبيبي ما في. زين اسأل زوجتي. قال لا زوجتك مو بكيفها، زوجتك بنتي، أنا اللي أقول إذا ترجع لك ولا لا، روح حط لها بيت وتعال. الولد أيس رجع، كل المحاولات فشلت ما في حل. المهم كلم أمه، قال يا أمه شو أسوي؟ قالت مالك خلاص الموضوع عندي أنا. بعد شهرين وتتواصل أم يزن مع أمها، أمها تقول لها والله يا عمتي أنا ما لي علاقة في الموضوع وأنا ودي أرجع البيت ولزوجي وكذا. المهم اتفقت مع عمتها
مها انها ترجع البيت زوجها بدون علم ابوها، كانها يعني تهرب من بيت ابوها، وتحطهم امام الامر الواقع. هي وين رايحه؟ رايحه بيت زوجها، هي في بالها كذي يعني. وشجعتها عمتها على الموضوع، قالت لا ما في مشكله. كلمت يزن قالت له روح الساعه الفلانيه تطلع لك مها معاها اغراضها وولدها وتركب معاك وجيبها، ويصير اللي يصير يعني، بيزعل خله يزعل وبعدين الراضي وتنحل السالفه يعني. قال والله فكره، ويتواعد معاها زوجته وتاخذ اغراضها وتهرب من بيت ابوها وتروح مع زوجها. هي راضيه لكن ابوها المعند. ويوصل الخبر الى ابوها ان بنتك مها هربت من بيتك وراحت الى بيت زوجها، وكسرت بكلامك وكسرت باخوانه، عند اخوانه اثنين كبار، فراس واللي اصغر منه اللي هو فاضل. او ينجنون شلون تكسر كلامنا وقدام الناس وفشلتنا وخلتنا صغار وكسرت رقابنا وبيني وبينكم هني في نقطة لازم تنتبهون عليها، ودائما تحصل مشاكل بسبتها. مرات المرأة تزعل تروح بيت أهلها ولا تروح عند أخوها ولا عند أبوها، وأخوها خلاص يوقف معاها ويشرط على الزوج، بعدين المرأة تغير رايها وترجع لزوجها وتكسر بأخوها. شفتوا هالكسرة هذه؟ تدروا شو تسوي بالرجال الأخ ولا الأب؟ تخليه يعني صغير قدام العالم كله. هو صحيح إنه غلطان إنه يعند، لكن الغلط الأكبر لما تكسر فيه، يصبح خلاص مثل المجنون يعني، يحس بالإهانة، خصوصا إذا بنته ولا أخته. هني مها ما حلت المشكلة، هني كبرت المشكلة. يوم دره ويروح يرسل عياله فراس وفاضل، قالوا اسمعوني هذا المسدس، واليوم في اجتماع حق الجماعة أو حق أهل ناعور مجتمعين عندهم مناسبة، رجال وحاطين مثل المجلس ومجتمعين على موضوع آخر يعني ما له علاقة في مها وزوجها. وقال إن يزن راح يحضر فيه، لأن يزن راح يلقي كلمة كذلك في هالمناسبة. أبيكم تقتلونا قدام العشيرة كلها، قدام عشيرتنا كلها المتجمعين، كنوع من يعني الانتقام. قالوا له حاضرين. وفعلا أثناء الاجتماع ويحضرون فراس وفاضل، فاضل أشر اليزن كان جالس من بين الحضور، أشر له قال له تعال بكلمك. انتبه منه، انتبه أخو يزن اسمه يزيد، انتبه أنه شاف فاضل يأشر حق منه حق أخوه، فراح يكون قريب منه يعني بيشوف شو سوى، خاف على أخوه يعني. اقترب يزن من فاضل قال له شنو؟ نعم. قال له شنو هالمشاكل اللي قاعد تسويها أنت مع أبوي ومع كذا؟ قال له يا فاضل يا حبيبي الحين هذا مو وقته، والعشيرة كلها مجتمعة على موضوع ثاني، وإن شاء الله إحنا اللي بيننا إحنا أهل وراح نحل هالموضوع ونسوي عشاء ونجمع ونعتذر، وإن شاء الله ما يصير خاطركم إلا طيب. يبي هد الموضوع. أثناء ما كان يسولف مع فاضل ويجي فراس من الخلف ويطلق على يزن طلقتين
واحدة بالرقبة واحدة في الصدر. فيها الأثناء هجم يزيد أخو يزن يبي يدافع عن أخوه ويقوم ويطلق عليه النار واحدة في الكتف واحدة، لكنه سلم أصيب وصار يطلق النار بشكل عشوائي ويصيب شخص آخر ما له علاقة في الموضوع، كان من ضمن الحضور، أو يهربون من الموقع. يزن فارق الحياة، يزيد والثاني الشخص اللي ما له علاقة إصابات نقلوهم للمستشفى والله نجاهم، أو تنقلب الدنيا ويلقون القبض على فراس وعلى فاضل وعلى كذلك أبوهم خالد. الأب قال أنا ما لي علاقة في الموضوع، هم عيالي تصرفوا وخذوا يعني بثارهم كرامتهم وأن البنت طلعت عن شورنا من هالكلام. فراس اعترف أن أنا اللي أطلقت النار، تم الحكم عليه بالإعدام. أما أخوه فاضل مشترك في الجريمة ومنسق الجريمة، تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة. ورغم مقتل يزن إلا أن مها لا زالت تعيش مع أسرة يزن، رغم أن اللي قتلوا زوجها أخوانها، لكن المسكينة ما لها ذنب وهي أصلا تحبه وتحب أهلها، فتعاطفوا معاه حتى أسرة يزن ما خلوها ما تركوها، رغم أن ولدهم اللي ميت وعايشة معاهم ويربون حتى ولدها ويصرفون عليها. وراحوا الشابين بسبب تصرف لا عقلاني من الأب خالد، أو بسبب غضبه وتعنده أو العناد. العناد دائما يجيب العيد في بعض الأمور، أتفه من التفاهة، أتفه من التفاهة، لكن العناد ممكن يوصلها إلى جريمة قتل يروحون فيها عيالك وتخسر كل شيء بالدنيا، صار عندك الدنيا ما تسوى بسبت عنادك. والله لازم بنتي يكون لها بيت، أنت عطيتها الولد تدرب حاله، الحين تبي له بيت، تبي له لازم بيت كبير وكذا، مدام مستورة مع زوجها. الله يقول الله يعينه والله يرزقه يا أخي، من وين نجيب يعني يبوق ولا شو يسوي؟ كبرت المواضيع. وكذلك التصرف كان خاطئ من قبل أم يزن ومن قبل مها أنها تهرب من بيت أبوها، يعني ولعت المشكلة أكبر وأكبر. فبعض التصرفات هي اللي تجيب العيد. أما القصة الثانية شنو؟ يعني كل هذا مو قصة، لا لا لا، هذه القصة الأولى، في قصة ثانية. في مدينة الصنمين التابعة لمحافظة درعا في سوريا، يوم الأيام رجل راجع للبيت دخل ما سمع إلا صوت عياله الصغار يصرخون، صغار زين وين أمه وين أبوه وين زوجته؟ أمه وأبوه كبار في العمر، أعمارهم في أواخر السبعينات، وزوجته ينادي ينادي ينادي، ولا هذه زوجته تزحف في وسط البيت تزحف كذي مختنقة، إيش فيك صاير صاير؟ تخيلك تخيلك بدي موت، تخيلك شوف أمك وبيك شنو، ويركض ولا أمه وأبوه متوفي، وهذه مختنقة وعياله يبكون الصغار ما يفهم ايش صار. وعلى طول يبلغ الامن وينقلون زوجته للمستشفى، وانقلوا جثة امه وابوه للطب الشرعي. منهار وحضن بعياله ويبكي، عياله مو فاهمين شيء، عمرهم سنتين وثلاث واربع ثلاثة. المهم بدأ التحقيق مع منو الزوجة اللي انكتب لها عمر، قالوا يبا هذه متعرضة للخنق
واحد حاول انه يقتلها لكنها نجت، والشايب وزوجته متوفين عن طريق الخنق بنفس الطريقة اللي خانقهم واحد، خانقهم بإيده، أثار إيدين يعني على الرقبة. اسألوا الزوجة اللي نجت اسمها أسماء شو السالفة؟ قال ثلاثة ملثمين دخلوا البيت ما حسيت عليهم، أنا سمعت صراخ عمي وعمتي لما طلعت لهم، ولا هذول الملثمين صرت أركض، دخلوا وراي غرفة النوم، واحد فيهم مسكني من رقبتي وخنقني لحد ما خارت قواي وأغمى علي، ما حسيت بشيء إلا بعد مدة بديت أستنشق الهواء مرة ثانية وبحالة يعني خلاص بيغمى علي، وأسمع صوت زوجي، زحفت لين شفته وهم أغمى علي، ما حسيت بنفسي إلا بالمستشفى. شلون؟ قالت هذا اللي شفته. العيال ما فيهم شيء، من الملثمين ثلاثة، زين ليش؟ وهذا الزوج شنو علاقته بالملثمين؟ هل عنده عداوات؟ هل في؟ ما في أبدا، رجل على باب الله وإنسان مسالم وما عنده مشاكل، وبدأ التحقيق مع جميع أقاربه وأصدقائه وجيرانه وزملاء، أبدا ما في أي معلومات. زين الملثمين شلون دخلوا؟ ما في أثر كسر الباب، يعني من أكيد في أحد فاتح الباب. الشايب وزوجته ما يروحون يفتحون الباب إذا حد طرق الباب، اللي تفتح الزوجة. قالوا حق الزوجة سؤال، شلون عرفتي إن ثلاث ملثمين؟ قالت لأن شفتهم هما طالعين من غرفة عمي. زين ليش ما صرختي؟ الجيران ما حد سمع صوت صراخك وكذا، ما صرختي حاولتي ان؟ قالت لا هربت وما لحقت عليهم، على طول مسكني وخنقني كلامها شوي ما هو مضبوط. زين المره دائما اذا تفاجأت بشيء تصرخ، لو تشوف صرصور تفضح الدنيا، شلون تشوف ثلاث ملثمين ما تتكلم تركض سايلنت تركض؟ زين صرخي، والبيوت متقاربة والجيران يسمعون وحوش وكذا، لأن من غرفة الأب لغرفتها نفس الحوش، يعني لو تصرخ الجيران يسمعون. ما حد سمع شيء أبدا. يوم فحصوا الآثار اللي على رقبة الشايب وزوجته العجوز الله يرحمهم، فعلا في واحد خانقهم بإيدينه، إيدينه الاثنتين. أما الزوجة يوم فحصوها كذلك متعرضة للخنق من إيدين، لكن الإيد معكوسة. شلون واحد الحين يبي يخنق نفسه؟ مو نفسه لما يخنق واحد، لما تخنق واحد إيدينك يعني يبين إيدك هذه يمنى على جهة الرقبة من اليسار، وإيدك اليسرى على جهة الرقبة من اليمين إذا خنقت واحد. لكن إذا تبي تخنق نفسك شلون تخنق نفسك؟ يصير إيدينك عكس، يصير إيدك اليسار على جهتك اليمنى وإيدك اليمنى على جهتك اليسار، يعني يبين كأن الإيد معكوسة. يعني أنت فهمت شلون أوصل فيه؟ يعني في الإيدين مختلفة، يعني كأنه مو واحد ضابط المسكة يعني. وبعدين خانقة ما هي قوية. الخنق لما واحد يتوفى من الخنق عن طريق اليدين مو بس يترك أثر على الجلد، لا، هذا يضغط على الغصبة الهوائية، ويتسبب كذلك بآثار في العروق وأنسجة الرقبة، ومو بس جلد،
شافوا انها يعني مو متعرضة لأذى، صحيح في اثر بس كأن اثر متعمد، اما الشايب وزوجته لا مضغوطين عدل. قالوا لا اعترفي اعترفي، انت اصلا اللي متعمدة تتركين اثر في رقبتك، خنق اللي عندك انت بسيطة جدا. يعني المفترض المفترض من القاتل اذا بيقتلك انت يقتلك ويخنقك عدل، لان انت شباب يعني ما تموتين بسهولة، مو يخنق الشايب وزوجته بعنفه وانت شوي شوي خايف عليك ولا شنو يعني. المهم شكوا فيها او يضغطون عليها بالكلام، يضغطون لين بطت الجربة وتعترف. قالوا يبا احنا الحين عرفنا ان انت القاتل، زين ليش؟ ولا تذكر قصة علاقتها بشاب اسمه أسامة، كان يجي لها البيت بغياب زوجها، وكانت تستغل ان عمها وعمتها كبار في السن وما يتحركون وما يطلعون من غرفهم، لكن الظاهر ان احد فيهم انتبه فقامت خنقت اول شيء الحجية وبعدين راحت للشايب وخنقته. والمصيبة الأكبر أن عثروا على جثة فتاة عمرها 8 سنوات، هذه حفيدة الشايب والعجوز، متوفية أمها وعايشة عندهم. هذه البنت لأن عمرها 8 سنوات شافت هذه المرأة وهي تخنق جدها وجدتها، فقامت وخنقتها إيه كذلك بنفس الطريقة، اقتلت 3 ومثلت أن إيه كذلك تعرضت نفس الطريقة، لكنها يعني نجت يعني بعجوبة، لكنها كذابة، وتم الحكم عليها بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام قبل 3 أشهر تقريبا في شهر 8 الماضي. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.